عودي بدي اترك لك شرف لا لا تقديم ضيفتنا لا انا العزيزة منتبه احنا بيكون اجندة اليوم ونروح لفقرة جريدة اليوم. اكيد مثل ما قلنا قبل الفاصل رح نتناول كل تفاصيل يعني صد ما يساق ضد جيشنا البطل وما هيك تم التحضير له لتظاهرة وإصرار أهالي شهداء الجيش بالتصدي لكل هالشي. جمعنا مصعب من أهالي شهداء الجيش اللبناني وتحديدا جورج بصعب العزيز على قلبنا ومن شهداء الجيش اللبناني اللي خسرناهم أيضا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا المشاهدين. يعني هذه الوقفة اليوم مثل ما شفنا كل اللبنانية كانت معكم بمجرد الحمد لله يعني وأخيرا كتير حلو اللي شفناه انه هيدي الوقفة مع الجيش ضد الغريب اللي على ارضنا. يعني حققنا المثل اللبناني اللي بيقول انا على خيي وانا وخيي على انا وابن عمي على الغريب. يعني هيدي اللي كنا دائما عم نطالب فيها واللي هي حتى لازم تكون مثل ما قلنا قبل انه هيدي شغلة كتير بديهية وتلقائية ومش مفروض يكون في حتى نسأل مين مع الجيش ومين ضد الجيش. لازم نكون نحنا تلقائيا كلنا مع الجيش اللبناني. أكيد فيهم يتصلوا فينا الأشخاص والمشاهدين على 01-491-702 ليعبروا أيضا عن وقفة هذه التضامن. التغت نعم. هيدا كان الهدف الأساسي من دعوتنا نحن للتظاهر بنفس المكان والزمان وبنفس التوقيت وبنفس يعني بمواجهة مباشرة معهم. طبعا نحن ما كانت نيتنا أبدا نحن نخلق شيء على الأرض احتكاك على الأرض. مش هيدا الهدف. الهدف كان أنه نمنعهم ونحن رح نضل وراء هيدا الهدف في حال أي تظاهرة أو أي حركة على الأرض صارت من قبل اللاجئين السوريين. نحن على استعداد وجهوزية تامة مثل ما شفنا كل العالم حشدت وكل العالم مستعدة تنزل. يعني كمية الرسائل وكمية المؤيدين واللي أكدوا أنه هن رح يكونوا نازلين هن وولادهم وعيالهم وكل المجموعات صحيح. اللي حواليهم. فهيدي نحن منقول لهم خليكم دايما جاهزين لأنه الحملة منا بريئة والشي اللي عم يتخطط منه فوعة ورح يناموا ويرجعوا عليها. بعتقد رح يستمروا بالتحريض على الجيش رح يعملوا المستحيل لحتى يكبلوا ويمنعوه من أنه يقوم مهامه تحت ذرائع حقوق الإنسان وحقوق المدنيين. فهيدا الشيء نحن ما رح نسمح فيه بأي طريقة. رح نتابع بهذا الموضوع والسياق. فؤاد شهاب رئيس جمعية دعم لبنان القوي كمان كان عندهم طلب بالتحرك وكان تمت الموافقة عليها أيضا. صباح الخير أستاذ فؤاد. مجور مير صباح الخير. عم تسمعنا معنا مباشرة على الهواء فؤاد شهاب منذكر المشاهدين رئيس جمعية دعم لبنان القوي. صباح الخير. صباح الخير. يعطيك العافية. ميرسي. وانتو كمان كمان حضرتكم من الداعمين لبنان القوي والوقفة ضد الهجمة اللي كانت بدها تصير بكرة وتم وقفها بقرار من وزير الداخلية. أكيد صح. تفضل. نحن بصراحة بدنا نعترف بشغلة انه وجود اللاجئين السوريين مش بس بمعدل 40% بشكل خطر اجتماعي، إنه صار بشكل خطر وجودي على لبنان. مش بس هيك، صار في تطاول على الجيش اللبناني ونحن ما رح نقبل يكون في بعد تطاول على هذا الجيش. نعم. كل شخص أو كل مجموعة بدها تتطول على الجيش اللبناني إذا بدها تنقضي. أكيد كل التضامن كان معكم ومع كل أصوات المدافعة عن الجيش اللبناني. ومثل ما عم نشوف هون هيدي الصورة اللي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي تبنوها معظم اللبنانيين خرطوشة فردك. عن جد اللبناني اليوم تعتقد مستعد يكون خرطوشة فرد أي عنصر من الجيش اللبناني؟ مش بس مستعد يكون خرطوشة فرد، نحن مستعدين يكون موجودين حده بكل معركة بقرر يتصدي لها. يعني شفنا نحن وقت صار في مداهمات
صار في انتقادات للجيش اللبناني. فتبش الجيش اللبناني عم بداهم إرهابيين، عم بداهم ناس فايتين يقتلوا فايتين يفجروا لبنانيين. نعم. اليوم التحرك ما في، بالمقابل شو رح يصير بالنسبة لدعم لبنان القوي، جمعية دعم لبنان القوي؟ نحن على تنسيق تام مع أهالي شهداء الجيش، متمثل بزميلتنا جمانة موجودة معكم هلا، ونحن عم ندرس الخطوات ورح نضل يقظين، مع أنه ملتزمين نحن بقرار وزير الداخلية، إنما اليقظة دائما موجودة بيناتنا، مستعدين بأي لحظة. نعم. مستعدين بأي لحظة. مستعدين بأي لحظة، لأنه نحن إذا نحن كنا منضبطين وملتزمين، ما بعرف إذا المجموعات الباقية رح تكون كمان ملتزمة بهذا الموضوع. فنحن على تنسيق تام مع أهالي شهداء الجيش، وعم نفكر يمكن بخطوة إنه يكون في عنا مسيرة بكرة، مسيرة تضوية شموع، تنصلي كلنا لجيشنا، جيشنا يلي رح يحمينا. فؤاد الشهاب رئيس جمعية دعم لبنان القوية، شكرا لك على هذا الحديث السريع في مسيرة تضوية شمع أو بعد ما اتخذ القرار. هلأ يعني اليوم نحن كتير بكير حلقتنا بعد ما اجتمعنا وما قررنا شو رح نعمل، هي من الأفكار، فهيدي واحدة من الأفكار أنه نحن نحولها لوقف التضامن سلمية مش بمواجهة حدا، طالما ما في حدا بوجهنا بالسلاح. طيب في حال لم يلتزم اللي داعيين للتظاهرة ضد الجيش شو رح تعملوا؟ هيدي بتحملوا او التزموا علنيا وفي مجموعات صغيره هيك، هيدي مسؤوليه القوى الامنيه، مسؤوليه وزير الداخليه اللي هو اعطى تصريح انه ما رح يسمح بالتظاهر لاي جهه، ونحن هون اكيد نلتزم. ما من اول شيء نحن بنلتزم بالقانون، وهيدا هيدي شغلتنا انه نحن نلتزم ونحمي القانون، بس ما حبينا كيف سوينا ب المتظاهرين السوريين ضد الجيش الوطن. نحن اصحاب الارض اكيد، لبنان لنا، الساحات دائما كانت لنا، بس منحب نشدد وقت اهالي الشهداء بدهم ينزلوا على الساحه، بس بيعطوا على المخبر اكيد، ما بياخذوا اذن. طيب اليوم كمان يعني صفحه ما يعرف باتحاد الشعب السوري في لبنان، طيب هذه مين وراها يعني ندعو وين؟ طيب عناصر قوى الامن ومكافحه الجرائم نحن بلغنا فيها جهات امنيه معينه، وطبعا لازم يكونوا بلشوا تحقيقاتهم لإيقاف الصفحة طبعا، لا يشوفوا مين وراها، لأنه اللي كتير أكيد أنه منا حملة بريئة أو عفوية من ناس يمكن حاسين بمحل مشغول عليها كتير بريئة في من مطالبتهم العفو عن السوريين المخالفين نظام الإقامة. لا مش بس هيك، إذا بترجع فيه بالبوستات لتحت بتشوف انه في جهات من برا عم تدعم وعم بتحرك أكيد. وعم تعمل بالتزامن، يعني هي اللي عم تدعى بالتظاهر بلبنان وبغير بلدان كمان، فالشغله منظمه ومدروسه وفي عندها داعمين يعني، وبنتاسف انه في ناس داعمه من لبنان اللي شفنا اساميهم واللي بيطلعوا بنظروا علينا بالحقوق الانسان. يا ريت سمعنا صوتهم وقت اللي اندبحوا العسكريين، صحيح، بعرسال على ايد نفس الاشخاص اللي هن هلا قاعدين عم بيدافعوا عنهم وعم بيحققوا عم بيحصلوا لهم حقوقهم. ما بدك تشوف الجهات اللي وراهم مين ما كان وراهم مستفيدين من هذا الموضوع. طبعا هي القصص انه في افاده ماليه، في افاده من كل الجهات، في افادات افاده سياسيه، في ناس عم بتستفيد سياسيا يعني من الموضوع، وبتعمل حرب على ارضنا. كان فيهم يروحوا يتظاهروا ببلدانهم يطالبوا بحقوقهم عند الناس اللي عملوا لهم الحرب مش نحنا. هلا ألمانيا كمان بلشت أخذت قرار بإرجاع السوريين اللي على أرضها، ليه ما تظاهروا عندها؟ دونالد ترامب ردهم عن المطار كمان، إنه ليش نحنا منا مكسر عصا؟ لأنه نحنا تعودنا نسكت ونقول حقوق الإنسان ونرعي لهم ظروفهم الإنسانية قوية علينا، نحنا ما رح نسمح طالما هن تحت القانون،
طالما هن وجودهم مسجل وسلمي وقانوني وعم بيلتزموا بكل قوانين البلد وعم ما بيشكلوا خطر أمني، أهلا وسهلا فيهم. نحن بنعرف كلنا بنلتقى كل يوم بكتير عمال سوريين، إن كان بالمطاعم إن كان وين ما رحنا منشوفهم، ما حدا بيتعرض لهم ومنحترمهم ومنقدر نحن ظروفهم طالما هن محترمين الأرض اللي هن استضافتهم. بس وقت اللي بدهم هن يطلعوا ينظروا علينا وبدهم يجوا يحكوا عن جيشنا اللي هو قدم شهداء بالميت، نحن ما رح نقدر نسكت. هيدا شيء مفروغ منه. يعني اليوم بالنهار نيلة تويني النائب كتب مقال بعنوان تظاهرة لا تستأهل كل هذا الضجيج، هذا العنوان. هي لو ما لا تعليق، لو ما بتصرح أحسن. هي معودتنا انه ما نسمع صوتها ولا يعني نشوفها، خليها حكيتي بالوقت الغلط. شو بدنا نعمل ما هيك؟ اذا ما بتكتب يعني. ما بعرف اذا هي بتكتب، خلينا نأكد كمان بهذا الموضوع. يعني ما بنعرف، في حال كان نشكك بهذا الموضوع لانه هي مش معودتنا على مواقف لا ايجابيه ولا سلبيه. نعم، خلينا نروح لقراءه عناوين الصحف الصادره صباح هذا اليوم اللي فاتحه على الانترنت. اللي هذاك وصلني، هذاك وصلني اليوم لأنه ما بتفتح على الإنترنت. الأخبار، الأخبار عنونت السلسلة تنازع وبالصورة داعش الجديدة صينية خبرية. نعم صينية. وأيضا ننتقل لصحيفة الجمهورية، عون يطوق السلسلة الموازنة أولا، وبالصورة طبعا القديس اللي كان في رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بدير مرمرون عناية ضريح القديس الشلبي اللي بترأسه البطريرك الكاردينال مارشار بطرس الراعي، أكيد مع الأبات هاشم والأبات نعمة السابق. وأيضا نتابع بالعناوين الداخلية، الدبلوماسية اللبنانية المفقودة، آخر سرعة الدعارة الإلكترونية والدليفري كمان فري ولا. وأيضا لدريان يجول بين العواصم العربية لبحث الأزمة الخليجية، فيدرر الساحر ينفرد بالرقم القياسي. وننتقل إلى صحيفة المستقبل التي عنونت لي صباح هذا اليوم بوابات إلكترونية إسرائيلية لخنق الأقصى، الرياض الحرب على الإرهاب لابد أن تستمر بكل حزم، ومخاوف من تغييرات ديموغرافية تنفذها الميليشيات الإيرانية حول بغداد، توقف شقيق روحاني بتهمة ارتكاب جنح مالية. وإلى صحيفة البلد نشوف العناوين المحلية المستقبل هون حاطينهم، عن الانتقال من قانون الانتخاب إلى الجرود، كرة النازحين في مهبة أستانا وجنيف، حزب الله وعناوين جديدة برسم الموت في مقاومة الحرف فنون، و الفا مشارك في ميني ماراثون حرم برعاية الحريري. ونتابع مع البلد، حملة تحصين الجيش تتسع والسلسلة تترنح مع جرعة تفاؤل، وبالصورة اختتام مهرجانات جونية ومجدان للبنان مع إضاءة اسم لبنان فوق كازينو لبنان. حلوة. أردوغان يرفع سقف تهديداته للخونة في ذكرى الانقلاب، وتفجير إرهابي يهز اللاذقية. ومنتابع مع الصحف ومنوصل لصحيفة الشرق اللي عنونت بدورة معركة الجرود، القرار اتخذ والتنفيذ في أي لحظة، والمشنوق يحضر التظاهر الثلاثاء، فضيحة كارتال النفط يستأجرون الخزانات $5 مليون ولا يستخدمونها. فرنسا تدعم مبادرة الكويت، وبالصورة أيضا من قديس امبارح بعناية. وبالعناوين أيضا، قتيل وجرحى بمواجهات القاهرة، المعارضة السورية تتهم روسيا بالتدليس الإعلامية، هاي كلمة جديدة. أردوغان يتعهد بإعادة الإعدام، حلمسة يعني. أيضا جيش الإسلام يحل نفسه للاندماج في جيش وطني، السلسلة بين تفاؤل بري وتشدد رافضي فصلها عن الموازنة، قاعدتان جوية وبرية لإيران في سوريا والتمسك برئاسة الحوت وتدعيم نجاحاته وخططه. وبالصورة أيضا تحالف 50 شخصية سنية من مؤتمر التحالف للقوى الوطنية العراقية السنية. وننتقل إلى صحيفة الأنوار التي عنونت بري يعمل على إقرار السلسلة غدا رغم تمسك المعارضين بمواقفهم، وهذه الصورة اللي كنا عم نحكي عنها امبارح بعد الظهر باستراحة كانوا شباب سبور شيك. هلا نايب وليد جملات دايما هيك
ايه معودين عليه بالجينز بس الرئيس نبيه بري يعني هيدي الصورة كأنه متاخدة ما بعرف إذا على التليفون أو شيء هيك لقطة لحظات ايه ريزوليوشن مش بلكي الوزير علي حسن خليل التقطة أو نائب فاعور أو فاعور نعم هن الوحيدين اللي كانوا موجودين هيدا الاجتماع هيدي اللقطة ما كانت للنشر وصلت يا حرام بيان للجيش عن اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة جمرة القيز تقترب من لبنان ومثل ما عرفنا أنه ما في هيدي الجمرة بلبنان على القليل بالأيام المقبلة وما رح تكون أشعة الشمس بحدود 70 مثل ما عم ينحط بالموضوع. المرصد 330 ألف قتيل في سوريا منذ بدء الحرب. ماكرون أؤيد موقف نتنياهو من سلاح حزب الله. بيان للجيش عن اعتقال والاحتجاجات الفلسطينية تعيد المصابين إلى المسجد الأقصى وتحقيق مع قاتل السائحتين في مصر وقتل 6 إرهابيين قبل تنفيذ اعتداءاتهم. و الممثلة البرازيلية اللبنانية الأصل معجبة بالغرب الأمريكي اسمها بريتا لا برونا عبد الله برونا عبد الله ليش بريتا برونا عبد الله أقولك من وين برونا بيت العبد الله معقول بقعية أو بقعية أو جنوبية نعم لاحظت أنه العناوين جمانة ما في إذا لاحظت أنه ما في أي ذكر لأي يعني تضامن أو ما يحكى ضد الجيش اللبناني شيء كتير مستغرب يعني ما بعرف يعني سمعنا كتير تصريحات قليلة ومتأخرة اللي صدرت يعني من بعد ما طلع الوزير المشنوق منع التظاهر سمعنا ناس طلعوا انه نحن مع الجيش ونحن بندعي للوقوف الى جانب اهالي العسكريين الشهداء او بندعي ننزل نتظاهر معهم يعني كانوا كتير كتير قليل ما في مواقف مستغرب كتير مع انه هن بيعرفوا انه الحمله منا بريئه بركي هيك تحت شعار حفاظا على السلم وعدم تاجيج الوضع بدنا يعني نفكر إيجابيا خلينا نفكر إيجابيا بس ما هو مرات السكوت هو اللي عم بيوصلنا لتأجيج الوضع خلينا بس نحن نتخيل حزمين. لو ما تحركت لو ما بعتنا هيدا العلم والخبر هل كانت المظاهرة رح تصير؟ هل كانوا رح ينفتحوا المنابر لهالأشخاص يطلعوا يحكوا ويهينوا الدولة والجيش شو موقف وسائل الإعلام كمان ما هي وسائل الإعلام هي هيدي هون بيوقعوا دايما بالفخ بينزلوا بيغطوا شيء عمل إعلامي على أساس وهن هيدا الشيء ناطرينه ليوصلوا رسالتهم اللي هي تشويه صورة الجيش وتصويره على أنه هو منتهك حقوق الإنسان وهو عم يعمل أعمال بطولية لحتى يحمي العالم من الإرهاب هن أصلا النازحين السوريين هن لازم يشكروا الجيش هني شو لهم شغل بالمخيمات الإرهابيين لازم يشكروا الجيش إنه راح استأصلهم من بيناتهم إلا إذا هني كانوا داعمين لألهم وموافقين بهيدي الحالة تسقط كل حقوقهم بالحماية صح مبرر أي تصرف طبعا هيدي حتى إذا بدك باتفاقية نداء جنيف إنه المدنيين بتسقط عنهم حقوق الحماية وحقوقهم كمدنيين بالنزاعات المسلحة إذا حميوا أي إذا حميوا الإرهاب أو إذا كانوا هن مسلحين أو إذا كانوا مارسوا خدعة على أعلنوا استسلام وهجموا فما حدا ينظر علينا بحقوق الإنسان ديار عنونت السلسلة بين الإقناع والأقنعة وفتيل التظاهر ينزع مقاتل الديار الدستور أصبح غب الطلب وهذا دليلي ركز للديار جاهز انتخابيا وليصمت المنظرون على الجيش هيدي اللي قلتي من شوي عن جد ليصمت المنظرون بالبناء آخر عناوين صدر صباح هذا اليوم في صحيفة البناء 3 مسارات سورية متزامنة حسم متسارع وفريق دولي قيد التشكل وفك وتركيب للمعارضة الجيش والمقاومة وسوريا أمام ساعة صفر الجرود وألمانيا تسبق لبنان نحو عودة النازحين مشاريع مشبوهة للعبث بالأمن عبر الشارع استدعت منع التظاهر والموازنة والسلسلة للواجهة يعني منيح هون ذكروا ما حدث بالساعات الأخيرة لافت كان أنه أكترية الصحف ما عندهم شيء يبرروا فيه يعني أنه شو بدهم يبرروا يعني ما بعرف جرأة السماح بالتظاهر بهيدي الطريقة مين بيتحمل مسؤوليتها نرجع منقول 0-1
برضو عفوا 491 702 بانتظار اتصالاتكم لنحكي شوي ايضا عن دعم الجيش اللبناني. كنا عم نحكي انه لازم يكون في معاقبه وتحقيق ومتابعه لصفحه الاتحاد اللي كانت عم تنشر هذه الاخبار اللي كانت عم بتجيش اكثر من اللزوم ما هو مطلوب. بس حضرتك معهم يقولوا صار في 8000 واحد مأكدين نزلتهم على الشارع حتى من بعد ما المنتدى الاشتراكي لغي التظاهرة تبعهم، ومن بعد ما طلع وزير الداخلية أعلن عدم السماح بالتظاهر، هن مصرين بعضهم نعم مصرين أنه نحن رح ننزل مهما كلف الأمر. هيدا بيبين نواياهم أنه هن منوا نازلين بطريقة سلمية أو منوا نازلين بس ليوصلوا صوت، نازلين يشتروا مشكل انكايب بالدولة، هن نازلين مصرين أنه هن يعملوا يعني حتى مشكل. الصور البوستات اللي كانوا عم بيعرضوها كانوا عم بيعرضوا شيء مهين للدولة اللبنانية. هيدا أكتر شغلة نحن بعتقد اللي استفزت الشعب اللبناني، ما بعتقد في حدا حامل الهوية اللبنانية ما في بيت ما في عنده حدا بالجيش يعني. صحيح. تيتصور الجيش بالطريقة اللي هن صوروها ما حدا رح يقبل فيها. يعني حتى من ضمن مطالبهم انه ينعطوا الجنسية اللي له 5 سنين. ما هو هذا الهدف المبطن. هذا الهدف المبطن. بدهم يتوطنوا هون. 100% هن كتير مبسوطين يكونوا قاعدين عنا، ليه بدهم يفلوا؟ عم يقبضوا. كل شيء مأمن لهم، أخذين من درب اللبنانية الوظائف، وأخذين من درب اللبنانية الوظائف، عايشين من الكهرباء على حسابنا، من ما بيدفعوا أي ولا شيء. تاكس أي لا كهرباء لا مي لا شيء. في مجموعات معينة من اللاجئين السوريين بكتير بنسبها هيدا الموضوع أكيد. غير أنه المنظمات الإنسانية بين هلالين كمان هي عايشة من وراء الوجود اللاجئين السوريين بلبنان. نعم. هن لازم يكونوا عم يركضوا يرجعوا على بلدهم بالوقت اللي لا نسابهم أكثر. معنا اتصال. مناخ بلبنان أحلى أكيد. معنا اتصال. صحيح معنا اتصال. صباح الخير. صباح الخير. معنا زميلنا الصحافي غسان بوزيب. صح صحيح. يا هلا فيك، تفضل. الله يسعد صباحكم وصباح المشاهدين. وبعتقد في واجب أدبي وأخلاقي وإنساني ووطني بالتضامن مع مؤسستنا العسكرية ضد أي محاولة للطعن بإنجازها أو بمسيرتها أو بتصويرها بغير ما هي عليه. اليوم كل اللبنانيين يقفون صفا واحدا كما كانوا تاريخيا إلى جانب المؤسسة العسكرية وأكثر. أي شخص يريد أن يتظاهر في لبنان، عم نحكي عن جنسية لبنانية طبعا، ما هيك سقفه هو احترام الجيش والمؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية والقضائية، وفي كان يعبر عن رأيه. لكن فيما يتعلق بالجيش اللبناني معليش، هيدا من الخطوط الحمر يلي الكل بده يسمح لنا فيها. لأنه جيشنا عنوان عزتنا وعنوان نصرنا وعنوان دولتنا، وبالتالي أي محاولة للتشويش عليه أو على إنجازاته هي يعني خطر وجودي على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. ف يعني لابد من استنكار أي محاولة للطعن بهذه المؤسسة. الشغلة الثانية اللي بدي ألفت النظر لها، سقف كل التحركات سواء مطلبية أو سياسية يجب أن تكون الأمن القومي. وبالتالي نحن بنشوف انه اليوم الجيش والمؤسسه العسكريه اذا التقى مين عم بيعيط وجهه بمطرح هيدا بشكل كثير خطر، ونحن منا مستعدين لناخذ هيدا الريسك ولهيدي المخاطره. مين وراء هيدي المجموعه؟ مين كيف؟ بعتقد التحقيقات بتحدد لاحقا مين اللي وراهن، لكن غير مسموح اطلاقا يكون هيدا الشيء عم بيتم. اليوم كل اللبنانيين مثل ما قلنا صف واحد، كل اللبنانيين عم بيقولوا نعم للجيش، نعم للقوى الأمنية، نعم للمؤسسة العسكرية، ولا لأي مشروع يحاول شرذمة لبنان أو تقسيم لبنان أو تصوير كأنه طائفة معينة، والأخير ضد الجيش اللبناني. وأخيرا لا يجب وممنوع إطلاقا استعمال النازحين السوريين باللعبة السياسية اللبنانية إطلاقاً. وخلي الكل يكون عارف، لأنه هيدا الشيء خطر بيهدد الوجود اللبناني والصيغة اللبنانية. شكرا كثير. يا هلا غسان، شكرا لهالمداخلة الحلوة. نحن بدنا نقول لكل المتابعين طبعا يلي اللبنانيين اكيد يلي داعمين للجيش اللبناني، في بيان رح يصدر بالساعات المقبلة. نعم. من قبلكم حول تحديد مسار اللي بده يصير. مزبوط. بالساعات المقبلة. مزبوط.
مزبوط، وأكيد بنعطيكم نسخة عنه للتعميم لحتى يصير التنسيق مع كل الناس اللي تضامنت معنا واللي عندهم على استعداد تيعرفوا شو عم بيصير وتيعرفوا نحن قرارنا لنهار الثلاثة شو راح يكون. أكيد راح نتابعكم ومنتابع مع آخر شي بجريدة اليوم الكاريكاتير صحيفة الجمهورية أنطوان غانم، جنبلاط لمخيمات منظمة. منبلشها منظمة مننتهي منظمة التحرير. يعني تجربة مريرة جدا جدا، يعني ما بعرف كيف سياسة مخضرة مثل النائب وليد جنبلاط بعد بيقترح هيك اقتراحات. نعم، الرئيس عون والوزير باسيل الحضرة قداس البطريرك في عناية لمناسبة عيد القديس شربل، طبعا من ضمن الحملة مبلشتها صحيفة الشرق وما عم تخلص بالكاريكاتير. البطرك عم يسأل وين الحكيم في الجنرال، مش ملبسون أورانج اليوم الكاريكاتير، مش ملبسون، لا موفو بيستاشيو مو. والوزير باسيل بقاش في كاريكاتير، هولي هن لكل الأشخاص طبعا يلي متضمنين مع الجيش، هيدا شغلة وطنية، هيدا شغلة بديهية. يعني ما بدها تحضير أكيد، ما بدها يعني واحد هو ما بعرف دمه كيف بيحمله يضل قاعد ما يحمل حاله وينزل بلا دعوة. أكيد يعني هيدا ما بعرف، بس الحمد لله هالمرة لا يعني تجاوب كان كبير هيدي، يعني أكثر يعني مرة، لأنه عم يعني الممارسات والإهانات هي أكبر بكتير من أنك تتغاضى عنها، حتى لو بدها تودي لمشكل بالأرض وحتى لو ما بدها تودي لوين ما وديت، وصلت معهم العالم ما فرقانة معهم إذا هن بيوصلوا على احتكاك مباشر وبيصير اللي بده يصير، واللي طبعا نحنا هيدا مش هدفنا. هدفنا الأول والوحيد كان أنه نحنا ما نسمح بهيك تظاهر يصير تحت أي عنوان تاني. ما عندهم حق التظاهر، نحنا عنا بيتظاهروا قدام سفارتهم ليطالبوا بحقوقهم. صح. من دولتهم بيتظاهروا قدام الأمم المتحدة حتى يلاقوا لهم حل لمشكلتهم، فبس يتظاهروا بلبنان ضد لبنان هيدا ما في منطق، ما في منطق، هذا خط أحمر، ما في يعني ما بعرف إذا بتصير بغير بلدان، إذا ما بعرف إذا عندهم الجرأة يعملوا نفس الشيء بغير بلد. بدك مسؤولين واعيين يقروا البيان قبل ما يوافقوا عليه، ايه انه طلب الدعوة يفهموا المبطن وراء، مش هن قريوا انه ايه ما في شيء مش مكتوب ضد الجيش. فسلموا جدل انه اللي رح يصير هو طبيعي نوايا سليمة، بطانيات، حفاضات، حليب، خيام، شباب، حطاب صقر، ذاكرتنا مش يعني هيك هيدا كان هدف التظاهر. نعم، شكرا لك، شرفتينا، واكيد رح نتابع معكم كل تفاصيل المسار اللي رح تكفوا فيه ثلاثه. اكيد شكرا انا بتشكركم لكم دائما فاتحين لنا المنبر كرمالنا رح نوصل صوت عمين الاول طبعاً طول، ما في شك ولا مره لجأنا لكم الا مكان المنبر مفتوح. شرفتينا، اهلا وسهلا فيك، خلينا نروح لفاصل كمان ونتابع حبيبنا اجنده اليوم.